يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عدد من الأسئلة يسأل عن إشكال وقع لهم في حديث 70 ألفا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين صفاتهم صفاتهم. بين صفاتهم وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذه صفاتهم التي ذكرت في الحديث، فمن أين أخذ بعض العلماء أن من صفاتهم أن يجتنبوا الكبائر والصغائر؟ وهل يسلم من الصغائر أحد؟ سبحان الله، إذا تجنبوا المكروهات وهي الكي، إذا تجنبوا المكروهات وهي الكي وطلب الرقية، ألا يتجنبون الكبائر من باب أولى؟ يعني يتجنبون الكبائر من باب أولى. نعم.